طب محمد يعني طمنا عليك الاول، كتفك الحقيقه انا شفت الفيديو اكتر من مره اللي احنا عرضناه ده، كتفك اخباره كتفك الشمال؟ والله انا يعني كتفي الموضوع ده بادي معايا من زمان، من 2014 انا عشان عندي مرونه زي ده مفاصل فانا الموضوع ده بتعرض له، ممكن اتعرض له في التمرين، اتعرض له في البطوله، بس طبعا ما بيجي بيسبب الم لمده اسبوع لحظي والتهابات ليومين ثلاثه اسبوع يعني عشان ارجع تاني ان انا امارس. سؤال، انت عندك ستريتش في الوتر شويه في الكتفين ولا الشمال بس؟ لا يعني في الشمال اكتر يعني اللي صبا يعني هي اكتر بيبقى في ستريتشنج زياده في الوتر، بس انا يعني ادابتد مع الموضوع، يعني انا متعود على الموضوع من زمان من 2014 لما قدرت ان انا في الفتره دي كلها ان انا اجيب بطوله عالم، بطولات افريقيا، بطولات في الدوري العالمي في الكاراتيه في كل دول العالم. فالموضوع مش مأثر عليا يعني، اكيد طبعا مأثر عليا، بس انا بحاول يعني الامكانيات المتاحه احاول ان انا ايه اجيب بيها نتائج. بس برافو عليك، يعني الناس فاكره الرياضي مرفه وبيتمرن، لا ده بيتحمل الم. طب كلمني على البريمير ليج، كلمني على اشتركت ازاي، استعدادك كانت ايه، مشوارك في البطوله كانت عامل ازاي؟ احنا مبدئيا بطولات البريمير ليج هي بطولات دوليه بينظمها الاتحاد الدولي للكاراتيه، بتتعمل في كذا بلد، بتتعمل ممكن 7 في السنه او كده في دول مختلفه. كان في محطات اول السنه كان في البرتغال، بعد كده تركيا دي جبت فيها. البرتغال دي كانت قبل الاولمبياد، قبل الاولمبياد كان في بطولات قبل الاولمبياد وفي مجموعه من الكاراتيه شاركوا فيها، شاركنا فيها كان في البرتغال وتركيا. انا تركيا جبت فيها برونزيه قبل كده في 2021، دي كانت الجوله الثالثه في مصر. هي كانت المفروض معموله في اوزبكستان، بس اوزبكستان اعتذرت عشان فعلا كورونا اعتذرت، فمصر استضافتها وعملتها على اعلى مستوى زي بقيه البلاد يعني. انا هقول لك على حاجه، احنا بص دي الصور دي، انا لو شالوا مدرجات، انا عشان عارف مدرجات الصلاه، لو شلنا المدرجات ونزلنا بالكاميرا شويه انا افتكر ان احنا ما اعرفش الصوره دي فين، يعني انا عرفتها عشان المدرجات طبعا، انما لو نزلنا بالكادر شويه لا نقول دي اوروبا. ما طبعا ما انا زي ما بقول لحضرتك هي اللقطه بتاعت اصابتك، بص يعني انت انا حسيت الوجع في اول يعني كان وجع شديد. طبعا يعني هو انا حتى ما عملتش اي ديفنس، يعني انا ما حصل الموضوع هو ضرب ضربه خد نقطه، فانا مش قادر بس ساعتها بقى الموضوع الدكتور اتعامل معايا رشيلي بين، كان في اخر الماتش اخر 10 ثواني قدرت ان انا. طب كملت ازاي وبالالم ده؟ يعني انا كان المفروض تنسحب يعني؟ والله كنت المفروض السيمي فاينال انسحب فيه، بس انا حبيت ان انا اشارك في السيمي فاينال لسببين. اول سبب ان انا مش عايز يعني اباني ان انا خلصت البطوله كده من غير ما اعمل نتيجه. تاني حاجه ان انا النقط في التصنيف العالمي انا الثامن، الثامن على العالم، فانا المركز الاول والثاني لو وصلت فاينال تخليني ان انا ابقى الخامس على العالم، بس البرونزيه ضمنت لي ان انا ابقى السادس يعني في التصنيف العالمي. الحمد لله مركزين. يعني انت ما شاء الله مع بطوله روسيا رب يوفقك ان شاء الله، بتهيألي ممكن توصل لبستر احسن 4 يعني. إن شاء الله. اللي قاعد قدامنا ده يا جماعه سادس عالم في وزنه ما شاء الله. انا اوريدي اصلا الناس حتى اللي فوقيه في التصنيف انا كسبتهم قبل كده يعني كذا مره. ان شاء الله. لعلمك احنا كنا متابعينك وكنا متوقعين ان انت تروح اولمبياد يعني احنا يعني بس قدر الله ما شاء فعلا. الحمد لله الحمد لله. هو الموضوع فرق يعني حاجه بسيطه. يعني انا جيت في لغايه شهر واحد التأهل الأفريقي، احنا بيبقى عندنا لكل الموازين بيختاروا أعلى ميزان أفريقي. صحيح. في النقط أنا لغاية شهر واحد كانت نقطي أعلى حاجة، بعد كده عبد الله ممدوح في آخر بطولتين هو اللي يعني عالي في النقط شوية، فهو اللي اتخذ التأهل الأفريقي. مفيش مشكلة طبعا دي الحمد لله، بس طبعا مثل مصر يعني تمثيل مشرف وأنت راجل سادس عالم وهتوصل ممكن تبقى أول عالم مع البطولات اللي شغالة دي. أنت جاهز، وكمان يعني في إيمج حلو جدا عن الكاراتيه المصري في العالم كله. كنت بتعمل تصحيح السفر الصبح كواليس يا باشا، احنا اللي بيجي ضيف هنا بيتراقب انا عرفت ان انت يعني كنت الصبح بتخلص اجراءات سفرك وبتاع. بشكرك ان انت جيت نورتنا. ربنا يخليك، انا سعيد ان انا مع حضرتك.